تعرفوها راني جاي بنيتي نشوف الرجالة يحبوي باصي ونيراني في حالة ويلي ويلي خلعوني يا ما ويلي ويلي حكمتني الغمى شاع الماضي لي فاسي عطي في بالك تصافي نهدف تي في ويلي ويلي كاميرا كاشي عليك في موسمها الثالث رجعت بسيناريو جديد سيناريو رايحين نختبروا فيه ردة فعل بعض مشاهير ونجوم الجزائر تجاه ظاهرة اختطاف الأطفال بالإضافة إلى اتهام ضيفنا بحيازة مخدرات وتهم أخرى أبقوا معنا ضيفنا اليوم هو المدافع القوي سفيان خليلي مدافع يلعب بلعدة أندية على غرار شباب بلوزداد شبيبة القبائل اتحاد الحراشة مرحبا بك معنا يا سفيان الحارس معزوزي كان كومبليس معنا وهو اللي صيد خليلي وجابه حتى لعندنا معزوزي وجد الحالة مليح وراح وخلى صاحبه في الفخار ريح مع زينو يا سفيان حاجة ما تخصك خليلي من الدخله بان باللي ماشي ساهل وراح يتعبوا معاه افراد الامن تاعنا كالعادة دخلت والدة الطفل المخطوف وخليلي ولا يشوف فيه زينو ظلمة معليش معليش مدام هذا هو خلاص روحي روحي مدام روحي مدام خليها
خليلي سمي خليلي اسمع ولا رفيق من بعد اسمع رفيق ورا يا اخو صاحبنا رفيق هذا التليفون اللي عند صاحبي شريكي خير صاحبي 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 نعم وانت يا سفيان وراسك يابس ريح ريح ساكوشا والمخدرات خرجت خليلي من عقله وكي لقاو الطفل خلاص سفيان حب يكمل حكاية زينو خليلي شد بصح كي زينو قال للشرطة باللي يعرفوا جنونو خرجو واش داك يا زينو تعرفوا قلنا ممنوع تليفون يا خليلي مازال ما فهمتش شنو
نتفاهم معاه غير هضرتك قبل ما سفيان خليلي كأفراد الأمن قالوا له ليه ولزينو أفروها بيناتكم جاتو على 16 وحب يكملها مع زينو ويقضي عليه ضربة واحدة أو يكون نعرفه تعرفني أو يكون نعرفه ما عباليش بيه تعرفني خليلي سفيان نعرفه زكي مرة أهدي بي رفع شوف رفع فهموا ليه عيدنو أفرموا هنا انا ماشي تاعي بالعقل يا سفيان هذه ما راهي غير كاميرا كاشي تقبضنا عليك وشوف مع معزوزي احنا خاطينا صحة رمضانكم وصحة فطوركم كاع جميع المسلمين وسورتو الشعب تاع الجزائر راكم تشوفوا حكمونا الهداف هذا كاع رفيق معزوز اللي دارنا بيا جابني شري طوموبيل عشيت نشوف في دريس طفل صغير مسروق وصوالح اللي ما شتاو يخاطيني كاع الحمد لله جازت بيان وجازت على خير وصح نقولكم معاك ان شاء الله باش المهم حنا ندوا عبره ان شاء الله باش نعسوا ولادنا ونعسوا ولاد دراري وهادو لما يدوا في دراري ان شاء الله نطلب ربي يهديهم ان شاء الله باش مش نشوفوا الظاهره هذه ونشكركم على الهدف شعب ماتي لي فاسي اكثر